بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا ما زلنا في إنجيل لوقا إصحاح 5. أفكركم تاني، لوقا 5 بالذات يتميز بلقاءات شخصية من أجمل الإصحاحات اللي فيها تركيز على لقاء ربنا يسوع مع شخصياته. وجرت العادة في اللقاءات الشخصية ان احنا نحط نفسنا دايما مكان الشخص اللي بيتكلم مع ربنا ونتساءل، يعني يا ترى كان هيبقى ايه رد فعلنا لو كان حصل معانا الموقف ده. وان كنا بنخدم نحط نفسنا مكان ربنا يسوع نفسه له المجد، ونقول يا ترى واحنا بنخدم الناس او عاوزينهم يقربوا من ربنا بنعمل زي ما المسيح بيعمل ولا بنتصرف ازاي. فكأن اللقاءات الشخصية ممكن في التأمل ناخد موقفين، إما موقف الشخص اللي بيقابل ربنا يسوع عشان نكتشف أجمل رد فعل الكلام ربنا معنا إيه، أو مكان المسيح له المجد نفسه كخدام إزاي نصطاد الناس زي ما كان ربنا بيصطاد. كانت أول قصة بطرس وصيد السمك الكثير، وبعدين قصة الأبرص اللي تمتع بلمسة الشفاء، وبعدين قصة المفلوج اللي شالوه أصحابه ونزلوه من السقف وتمتع بالغفران ثم الشفاء، وبعدين قصة متى العشار لاوي اللي كلمة اتبعني أثرته وجذبته وعمل وليمة احتفال بدخوله في تبعية ربنا يسوع. وانتهينا إلى عدد 32 بقول ربنا يسوع له المجد: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وقلنا أن الآية دي تخلينا دايما في موقف توبة أو في موقف الخطاة مش في موقف الأبرار، لكي نتمتع بدعوة ربنا. تعالى ربنا دايما وانت حاسس أنك خاطئ، تقوم تحس بكل حاجة حلوة وتتمتع بكل حاجة. إنما لما الواحد فينا يدخل هو بار في نظر نفسه مش هياخد حاجة، لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. برضو ده يخلينا كناس عاوزين نجيب ناس تاني ربنا بنفكر بالطريقة دي: الأولى في خدمتنا هو الشخص البعيد، هو الشخص اللي في نظر كل الناس وحش، ده الأولى، ده الأولى بدعوة ربنا أكتر من الشخص البار. وقلنا كلمة بار قد تكون كلمة مخشوشة، يعني إيه بار في نظر نفسه، إنما ولا بار ولا حاجة، مش بار ولا حاجة. ودي يمكن تبان لما ندخل في لوقا 15 لما يقول إن السماء بتفرح بخط واحد يتوب أكتر من 99 برا لا يحتاجون إلى توبة. هنكتشف أن الكلمة دي تخوف في اللحظة اللي تحس أنك مش محتاج توبة، تعرف أنك ممكن تبقى طلعت برا الخط خالص. بينما طول ما أنت حاسس أنك محتاج توبة ده موقف صح، أنت ماشي كده في سكة صح لأنك محتاج توبة. حتى لو قلت أنا كويس، لا أنت كويس ده في منظور نفسك، إنما أنت لو فحصت ذاتك على كلام ربنا وعلى ربنا يسوع له المجد نفسه هتلاقي مش كويس ولا حاجة. كويس إزاي؟ ده لسه في أفكار مش تمام، ولسه في قلب ضيق، ولسه في عصبية، ولسه في انشغال بالدنيا زيادة، ولسه في حاجات كتير قوي عاوزة تتصلح. إنما يمكن لما بتقيس نفسك بالناس تقول الحمد لله مش بسرق مش بقتل، لا مش هو ده المقياس. ما تغشش روحك لألا تدخل تحت عنوان لا يحتاجون إلى توبة وتبقى سبب حزن للسماء. خليك من ضمن الذين يحتاجون إلى توبة دايما عشان تبقى سبب فرح لربنا وللسماء كلها. آخر باراجراف في إنجيل لوقا 5: وقالوا له. مين اللي بيقولوا؟ دول الجماعة اللي اصطدموا بيه قبلها بكذا عدد، عدد 30 يقول تذمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين
لماذا تأكلون وتشربون مع عشترين وخطى؟ بعد ما جاوبهم على السؤال بتاع أنا ليه بأكل مع العشرين والخطاة، بقى يرد على سؤال تاني. قالوا له إيه؟ لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا، وأما تلاميذك فيأكلون ويشربون؟ أول حاجة كانت غريبة في نظرهم حكاية أنه قاعد يأكل مع العشرين والخطاة، دي بالنسبة لليهود المتشددين جريمة أنه يقعد يأكل مع ناس بطالة. فهو دخل اتعزم عند متى وكل اللي قاعدين سيرتهم وحش. وقبلها ربنا يسوع لما قال المسلوب مغفورة لك خطاياك، كلهم فكروا في قلبهم بيقول ايه ده، بيجدف مغفورة لك خطاياك دي ما يقولهاش غير ربنا، واحتملهم ورد عليهم. وبعد ما رد عليهم في حكاية العشرين والخطاة دخلوا عليه بسؤال ثالث. اولا ده يورينا طولة انات طول بال ربنا. طبعا دول شوية بشر متعبين، كتبوا فريسيين متزمتين مغرورين فيهم رياء مظهرية العبادة، انما ربنا باله طويل. يعني هم اللي بيجدفوا عليه وبيتريقوا عليه وبينقضوه وبيتحدوه وبيسألوه وبيغضوه ويعني وكل ده ربنا يتجاوب معاه في منتهى الهدوء وياخد ويدي ويطول باله ويرد. اتعجب من اتضاع ربنا مع الناس دول. ده لو الواحد بس عمل بحث في حوارات المسيح مع اليهود بالذات يكتشف ان ربنا ده يعني ما فيش اطول بال منه ابدا. انما احنا الواحد لو حد جه لمسه بكلمة يصعب عليه نفسه ويبقى عاوز يرد بعنفه ويبقى عاوز يقوله انت مش عارف انا مين. طب امال ربنا يقول ايه؟ يقول ايه ربنا مع ناس عمالة تتهكم عليه وتعترض عليه وهم خليقته وهم كمان رجال دين كلهم ماشيين غلط، ولهذا اللحظة اللي بيتكلم فيها لم يعاقبهم بعد، لم يدنهم بعد. كان السؤال هنا او القضية حوالين الصوم. اليهود عندهم اصوام، واللي يدرس العهد القديم يكتشف انه في اكثر من صيام. أذكر منه في حاجة صغيرة أن الفريسي في صلاته بعد كده يقول له يا رب أشكرك لأني لست مثل باقي الناس لأني أصوم مرتين في الأسبوع. يعني صيام يومين في الأسبوع ده في الأصل يهودي وبعدين دخل علينا في المسيحية، بس أصبح له معنى مسيحي مرتبط بيوم الجمعة صليب المسيح والأربع خيانة يهوذا، وبعدين ممتد حكاية يومين في الأسبوع دي. إنما اليهودي بيصوم، وصيامات اليهود كانت دايما وراها طلبات. عشان كده تلاحظوا التعبير اللي قاله معلمنا لوقا، لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات. فهنا الصوم اليهودي مرتبط دايما بنوع من الطلب، وفي الغالب الطلبات مادية. نادرا ما كنا بنلاقي في تاريخ الشعب اليهودي شخص بيصوم بطلب روحي، لا بنلاقي الطلبات دايما مادية. ولما نسمع عن قصص اليهود في العهد القديم نلاقي كل ما يتزنقوا يصوموا ويصرخوا لربنا، ومن ربنا من محبته يسمع لصلاتهم وصومه ويفرجها، وبعدين يرجعوا يبعدوا عن ربنا والدنيا تخبط فيهم يقوموا ربنا يسيبهم يرجعوا يصوموا تاني وهكذا. انما اصوامهم لما نقرا اشعياء 58 مثلا نلاقي ان ربنا اعترض على طريقتها تماما، وما كانش عاجبهم طريقة اليهود الصوم في الصوم، لأنه كانوا بيصوموا بشكل مظهري زي أي حاجة بيعملوها. أي حاجة بيعملوها هي عملية شكلية. الصدقة يحبوا يبوقوا قبل ما يطلع الواحد منهم فلوس عشان الناس تقول يا سلام فلان دفع، ولما يصلوا يصلوا على الناصية عشان الناس كلها تشوف، ولما يصوم يقول لك ما يغسلش وشه ويدلدل رأسه عشان يمشي يقول أنا صايم. كل دي طبعا سلوكيات كان ربنا مش عاجباه، وعشان كده في المواعظ على الجبل مبادئ الحياة المسيحية ربنا يسوع له المجد أفرد نص إصحاح كامل عشان يصلح الممارسات دي. قال لهم اللي يصلي يقفل على نفسه يصلي لأبوه، متع بأبوه، ادخل مخدعك وصلي لأبوك.
اللي يعمل صدقة ما يعرفش يمينه شماله، دي حاجة بينك وبين أبوك في الخفاء. اللي يصوم يغسل وشه ويبان طبيعي كده عشان دي حاجة بينك وبين ربنا. وكمان في أشعياء زي ما بقول لكم ربنا لقى أن هم بيصوموا عشان ينتقموا من بعض، يقول لهم تصومون لتضربوا بلكمة الشر. يعني ممكن واحد يندر صوم عشان ربنا يخلصه من عدوه، طبعا ده فكر أرضي وغير روحي بالمرة. وقال لهم فأصوامكم تجدون مسر وبكل أشغالكم تسخرون، يعني يبقى الواحد صايم ولا كأنه صايم، مشغول بالدنيا وبحساباته وبفلوسه، وممكن يتعامل بالسخرة مع الناس اللي حواليه ويذل ويظلم ويؤذي، وفي الآخر يقول أنا صايم. وانتهى في الإصحاح ده في أشعياء 58 أن ربنا بيقول أنا مش عاجبني الصوم ده خالص، ومهما صمت مش هقبل، أنا يعجبني الصوم اللي فيه توبة، وأشار إلى فكرة الرجوع عن الشر. وكمان اتكلم عن الصوم وارتباطه بعمل الرحمة، قال له لما تصوم اكثر للجائع خبزك، ادخل المساكين التائهين إلى بيتك، إذا رأيت عريانا لابد أن تكسوه. ده الصوم عند ربنا. الفرسيين والكتبة لاحظوا أن ربنا يسوع له المجد ما كانش بيصوم تلاميذه، وهم كجماعة متدينة، هو في نظرهم المسيح معلم يهودي مشهور له خاصته وأحباؤه، وأصبح منين ما بيروح ألفات في رجليه، وتلاميذه أقرب ناس ليه ما بيصوموش، بينما الفريسيين تلاميذهم بيصوموا صيام حرفي جاف جدا ومتزمت ويدينوا الناس كلها. يوحنا المعمدان كان له مدرسته، ظهر قبل المسيح بفترة بسيطة، وده راجل المسيح له المجد مدحه جدا كما لم يمدح إنسان في التاريخ. يوحنا المعمدان أساسا راجل بتاع صوم، ده صوم يعني مش أي حد يقدر عليه، كان بيأكل العسل والجراد، يعني ما كانش كان ممكن يقعد بالأيام ما يأكلش أكل طبيعي. فتلاميذ يوحنا المقربين كان الصوم عندهم حاجة أساسية جدا، تلاميذ الفريسيين المقربين الصوم أساسي جدا وحرفي جدا، فحبوا يمسكوا غلطة على ربنا يسوع. لكن يبدو لأن هم في الحوارين اللي فاتوا المسيح غلبهم في الكلام، تحولوا إلى الهجوم على مين؟ على التلاميذ نفسه. فقالوا لماذا يصوم تلاميذ يوحنا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون. يأكلوا ويشربوا يعني يأكلوا ويشربوا براحتهم، ده مش معناه ان هما بيكسروا الناموس اليهودي، لا، انما ما بيصوموش. فقال له اتقدرون ان تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي ايام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الايام. ثم قال لهم ايضا مثلا، ربنا يسوع المسيح له المجد فاجئهم حسب تصوري بإجابة غريبة جدا، هو المفروض هيدافع عن تلاميذه أو عن منهجه، استخدم كلمة ما كانتش في الحسبان، قال لهم دول زي بني العرس. بنو العرس، عرس إيه؟ قال مش معقول الناس تكون مهيصة وفيها عريس وتصوم، صوم إيه ده، إحنا هنهيص وناكل ونشرب ونفرح. ده الكلام المعنى البسيط بتاع الكلام. وكأنه العلاقة الجديدة اللي عاوز المسيح يركز عليها بين الإنسان وبين ربنا، بين الكنيسة وربنا، علاقة مفرحة جدا، علاقة عروس بعروسته، علاقة عريس بعروسته. فدي المعنى اللي هنقف عنده شوية. اليهودي ما كانش يعرف كتير كلمة حب الله، موجود طبعا الحب في العهد القديم كتير ومغرق الكتاب، إنما اليهودي يتعامل بخوف ويركز قوي على العبادة كعبادة حرفية. عشان كده المسيح مرجاش إن تلاميذه يصوموا الصيام ده خالص بالطريقة دي. ليه؟ هو عاوز يخلقهم من جديد، عاوز يغير المفاهيم خالص، عاوز يقول لهم العلاقة بربنا أديكوا شفتوني، المسيح له المجد، أنا ربنا أحبكم وتحبوني، ولا أعود أسميكم بعد عبيد بل أحباء،
لان انا قلت لكم كل اللي انا بعمله. فالعلاقه الجديده علاقه عريس بعروسته، علاقه حب. فالصيام هيخرج عن كونه فرض في العهد القديم او التزام ظاهري الى كونه تعبير حب اللي هنشوفه دلوقتي. عشان كده قال لهم سيبوهم العريس وسطيهم. العريس مين؟ المسيح له المجد. العريس لسه وسط الكنيسه والتلاميذ حواليه. قال لهم طولوا عليه، طولوا بالكم عليهم، يومين يفرحوا وانا وسطيهم. وكأن وجود المسيح له المجد سبب فرح لانه عريس. حين يرفع العريس هيصومه. اول معنى قريب لدماغنا ان طول ما انت فرحان قوي بربنا قد لا تحتاج الى صوم. بلوها بحذر لانها نوضح. لكن اول ما تلاقي المسيح من تشملكه انت بتصوم عشان يرجع لك المسيح تاني. يعني ايه؟ يعني الخطية تخليك تتفصل عن ربنا، تتحرم من عريسك، يحصل زعل، يحصل انفصال، تقوم تصوم وتتوب وتجتهد وتجاهد عشان بسرعة تستعيد تاني احساسك ان العريس في بيتك في قلبك وانك فرحان بيه زي الاول. في ناس ببساطتها كده اول ما تزعل ربنا تكلمة تحس ان في حاجة غلط حصلت، في حاجة اتصل جواها، تسيب اللي في ايديها وتجري، تقفل وتقعد تصرخ وتخبط وترزع، يا رب سامحني بس ترجع لي تاني، خليني احس انك معايا زي الاول، اوعى تسيب ايدي، انا ما قصدتش. فهنا الصيام كتعبير حب عبارة عن نوع من التوبة لرجوع الاحتفاظ بالعريس. فكرة ان المسيح عريس او ان ربنا عريس للنفوس البشرية او للكنيسة، الفكرة دي مش جديدة في العهد الجديد، انما هي فكرة قديمة بس اليهود ما كانوش مركزين فيها. في العهد القديم ربنا قصد يخلق ادم وحواء عشان يفهموا فكرة ان هو للبشرية زي ادم لحواء. ادم لما شاف حواء قال دي حتة مني، هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي. فبقى ربنا عاوز يقول لهم انتوا حتة مني. وفي افسس 5 بولس اشار للحتة دي بنقراها في صلاة الاكليل لغاية دلوقتي. يقول المسيح بيقول علينا هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي على كل واحد فينا. ففكرة ان البشرية كلها على بعضها دي عروسة للمسيح دي من اول التكوين واضح. وبعد كده تلاحظوا لما حصل ان شعب اسرائيل خان ربنا، بقوا الانبياء كتير ما يستخدموا لفظة الخيانة الزوجية. يعني كلمة خنتوني موجودة كتير في العهد القديم في النبوات، ربنا بيقولها على الشعب تساوي في الترجمة خيانة زوجية. وفي مرة تانية يقول لهم انتوا خنتوني وذهبتم تزنوا وراء آلهة أخرى، برضو نفس المعنى، كأنها مراته عروسته وراحت لراجل تاني. في الفكرة ملحة قوي في العهد القديم ان ربنا بيخطب البشرية لنفسه، بيتجوزها، بيتحد بيها، عاوزها بتاعته، وهي تخونه بالخطية وتروح تمشي في سكة غلط. وتربع على عرش هذا المعنى سليمان الحكيم في سفر النشيد، لان سليمان كان عميق في تأملاته جدا، فكتب شعر او ادب رفيع جدا عشان يقول لنا ربنا بيبصلنا ازاي، بيتعامل معانا على اي اساس، واحنا المفروض نتعامل معاه ازاي. وحط كده سيمفونية جميلة بين العريس وعروسته. هو يقول لها بحبك وهي تقول له بحبك، هو يقول لها ما تبعديش عني وهي تقول له ما اقدرش ابعد عنك، وبعدين تنام وتخيب وتتعب وترجع تجري وراي يقوم يسامحها تاني. السيناريو بتاع حياتنا مع ربنا موصوف في سفر نشيد الأنشاد كقصة حب فيها تقصير شديد جدا من العروس، وفيها أمانة مطلقة وكمال في الحب من العريس. يبقى العريس هو المسيح والعروس هي النفس أو الكنيسة عبر كل العصور. ربنا يسوع استخدم كلمة عريس كتير في كلامه. مثلا حكى لنا قصة حياتنا مع ربنا على شكل مثل عشاء عرس ابن الملك
فابن الملك بتشاور على المسيح ابن الله. والعرس يعني هو العريس، راح دعا المدعوين، المدعوين بيتقلوا وبيقولوا مش عاوزين يجي، فصعب عليه، قال لهم طب روحوا هاتوا من الشوارع اي حد، انا عاوز افرح. ودخلوا له الناس غير المستحق، كل الناس التعبان الخطاة اللي زينا، فبقى فرحان قوي لغايه ما لقى واحد ما دخلش من الباب مش لابس لبس العرس، قال له دخلت ازاي من غير معمودية، من غير توبة، من غير ايمان؟ لا اطلع بره. انما الباقيين كلهم تعبانين زي حالتنا، انما ربنا برحمته فرحان بيهم. وربنا يسوع اتكلم عن مجيئه الثاني كعريس، قال هيجي كعريس، ويا بخت اللي يبقى مستنين. وطبعا لما يكون عريس مسافر ويجي تلاقوا عروسته بقى ايه طايره من الفرحه لانها تقابله بعد غيبه. فالمعنى ده ربنا يسوع ركز عليه واستفاض في الكلام عنه عشان ينقلنا الى فكره عميقه، ان علاقتنا بربنا هي علاقه حب. شبه نفسه مرة بالعريس ومرة بالأب ومرة بالأم ومرة بالصديق ومرة بالأخ، كل التشبيهات دي قالها ربنا عن نفسه عشان ينقلنا من فكرة العبادة الجافة اللي تخلي ربنا في وادي وإحنا في وادي، إلى العلاقة العميقة بين اتنين بيحبوا بعض جدا، إنما يظل ربنا أمين جدا في محبته وإحنا مقصرين. نرجع تاني لفكرة الصوم والعرس. قال لهم شوف، حين يرفع العريس حينئذ يصوموا. متى رفع العريس؟ أول معنى الكلمة يرفع العريس أظنكم عارفينه، يعني يصلب. الناس لما صرخت قدام بيلاطس قالت ارفعوا اصلبوا، فحطوا كلمة ارفعوا إيكوال لكلمة اصلبوا. وربنا يسوع في كلامه قبل الصليب على طول في إنجيل يوحنا قال أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. ويوحنا فسرها وقال قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله به، يعني كان بيقول هو هيتصلب مرفوع. فربنا يسوع هنا أشار بعلمه السابق إلى أن الصيام المسيحي سيبدأ بعد صليبه، مش دلوقتي، مش هيصوم التلاميذ، انما لما يشوفوا المسيح متعلق على الصليب مرفوع الكنيسه تصوم. يعني ايه؟ اذا كانت الكنيسه عروسه وشايفه عريسها متالم مصلوب طبعا تصوم. تاكل ازاي؟ تشرب ازاي؟ تنام ازاي؟ وهو ده اعمق واول معنى في الصيام المسيحي. الصوم المسيحي هو شركه في ألام المسيح. ده معنى راقي جدا. عارفين لما تبقى زوجة شايفة جوزها متألم بتبقى مش قادرة تاكل وتشرب براحتها، ما تبقاش يعني تبقاش وفية. المشاركة دي من عندها، هو متألم ما تقدرش يتنام تبقى مرتاح، ما تبقاش عندها مشاعر حلو، إنما كزوجة محبة وفية شايفاه متعلق مصلوب متألم أقل حاجة تقول له أنا كمان مش هاكل ومش هشرب بإرادة حرة. هنا ما بقتش الحكاية فرض جامد، لا بقت حب، مشاركة حب. وده أجمل معنى للصوم المسيحي. عشان كده تلاحظ إن إحنا مش الصيام في المسيحية مش فرض، إنما بنقول اللي ما بيصومش فصل نفسه عن الكنيسة. أنت تبع العروس ولا لا؟ إذا كنت حتة من العروسة يبقى لازم تحس باللي بتحسه العروسة دي في الكنيسة، وهي شايفة المسيح متعلق على الصليب عاوزة تعيش طول حياتها مصلوبة معاه. عشان كده بصراحة أقول لكم سر، كنيسة لو طالت هتصومنا العمر كله، مش هتدينا يوم فطار. ده اعتقاد أو إحساس الكنيسة إنها المسيح اتصلب، ده الصليب هيفضل قصاد عينينا إلى الأبد، وهنبقى أقل تعبير نقدمه لربنا إن إحنا نعطش بإرادتنا ونجوع بإرادتنا ونمنع الراحة شوية عن نفسنا كشركة في ألام، مشاركة في ألام. المعنى ده أوضح ما يكون في الصيام الكبير أسبوع الألام وصيام الأربع والجمعة. إحنا بنصوم الجمعة عشان المعنى ده. في الجمعة اتعلق المسيح مصلوب، فأصبحت كل جمعة طول العمر عهد بيننا وبين ربنا ما ناكلش براحتنا
ونصوم على قد ما نقدر. الأربع الخيانة، خيانة واحد مننا، خان حبيبه، خان المسيح معلمه وإلهه، فبقينا كل أربع بنصوم. أسبوع الألام نفس المعنى، الأربعين المقدسة كلها صوم كبير نفس المعنى، وكل الصيامات كده برضه. هتقولوا طب الصيام علمونا دايما مرتبط بالتوبة، طب ليه؟ ما هو إيه اللي علق المسيح على الصليب؟ مش الخطية. إذن في كل مرة بتوب أو بصوم بقدم توبة عشان تخفف ألامه، كأن التوبة ترطب عن المسيح ألام. إيه اللي يفرحك يا رب وأنت متعلق على الصليب بسببي؟ إنك تلاقيني قرفت من الخطية، تلاقيني كرهتها زي ما أنت بتكرهها، تلاقيني عاوز أعمل أي حاجة بس ما أعش فيها. هو ده الصوم، هو ده الصوم اللي يعجب ربنا، إن يلاقي الواحد في الصيام داخل يتحدى الشر. أليس هذا صوما أختاره؟ قطع قيود الشر، فك عقد النير، يقول كده في أشعياء 58، تقطع الشر اللي في حياتك بقوة. ده الصوم، ده التوبة الحقيقية، دي المحبة المسيحية لربنا. في معنى تاني ليرفع العريس، يصعد العريس، لأنه الرفع برضه يقول رفع في المجد، يعني صعد في مجد. فربنا يسوع برضه بسبب علمه قال سيبوهم مش هيصوموا دلوقتي، إنما متى رفع العريس، يعني اتطلب أو صعد، ما هي سكة واحدة، هيبتدوا يصوموا. وفعلا تلاحظوا اللي يقرأ تسلسل الأحداث في إنجيل لوقا أو سفر الأعمال، لم نسمع أن الرسل صاموا إلا بعد صعود ربنا يسوع. أول ما صعد قعدوا في العلية صوموا صلاة، وده اللي احنا بنمشي عليه صوم الرسل بعد يوم الخمسين بعد كده. طب إيه قيمة الصيام في ارتباطه بالصعود؟ يعني هل صعود المسيح يخلينا نصوم ليه؟ أقول كم فكرة كده تساعدنا بنعمة ربنا. أول فكرة، العروسة شايفة العريس طاير، نفسها يحصل لها إيه كمان؟ تطير وراه. فكأن الصوم يخلي الواحد بيطير ورا المسيح، بيصعد مع المسيح. عشان كده أصل كلمة نرفع، كلمة نرفع دي كلمة مش مفهومة صح، كل الناس بتدبها قبل الصيام، إنما ده مش صيام خالص، ما ينفعش كده. ده نرفع يعني تعالوا نرتفع، هي معناها كده، تعالوا نرتفع وراء العريس الذي ارتفع، هي المعنى كده. يعني إيه؟ يعني هنبطل نهتم بالأكل والشرب والنوم، وهننشغل بالصلاة والإنجيل والصوم عشان نرتفع، عشان نطير. هذه المعنى، كفاية اهتمام بالأرضيات، عاوزين ننشغل بالسماويات. فإذا في كل صيام يبدأ برفاع، وحتى عندنا حاجة اسمها حد الرفاع، ده مش معناه ده اليوم اللي ناكل فيه كتير، لا، الكنيسة ما لهاش دعوة بالحاجات دي، إنما مقصود بها الكنيسة بتقول تعالوا نرتفع، تعالوا نرفع الماديات ونتمسك بالروحيات. هذا المعنى ببساطة. أو بمعنى آخر، المسيح العريس لما ارتفع لم يعد الرسل أو الكنيسة شايفينه بعينيهم، ما بقيناش شايفينه بعينيهم، هم تمتعوا بيه 3 سنين ونص مع عشرين والعريس وسطيه، ودي حاجة جميلة أوي. طب احنا عاوزين نشوف المسيح نصوم، يبقى كأن الصوم بيعمل حاجتين مهمين أوي، بيفتح عين الواحد فيشوف ربنا، بينما لما يأكل كتير عينه بتقفل، ولما يصوم هو ده نفسه بيرتفع ورا المسيح، بيشتاق للسماء، بينشغل بما هو فوق، بيترفع عن الماديات والأرضيات والأكل والشرب. والمعنى الأولاني اللي ربطناه بالصليب إيه؟ حين يرفع العريس يعني يصلب، يصلب يعني بنشارك المسيح ألامه. يبقى كأننا شوفوا بقى المعنى ده أبعد ما يكون عن التفكير اليهودي. اليهود بيفكروا احنا هنصوم عشان قضية معينة، ربنا يرفع غضبه عننا، او ينصرنا على اعدائنا، او يعني يحسبها لنا. الحكاية مش كده، الحكاية مش كده خالص، بالنسبة لنا الحكاية مش كده. احنا بنصوم عشان بنقدم اجسادنا ذبيحة، بنقول له رب انت قدمت جسدك ذبيحة عني انا اللي ما استاهلش،
أقل حاجة أنا أقدم جسدي ذبيحة، ما كنتش هقدر أموت نفسي عشانك، يبقى على الأقل بصوم كتعبير حب وبقول لك اقبل هذا الصوم اللي على قدي. ده اللي خلى في تاريخ الكنيسة أرقام قياسية في الصوم. يعني إيه؟ تلاقي واحد بيصوم باليومين وبالثلاثة، ولغاية النهاردة ناس تقعد للعشاء وناس سنها كبير قوي وتجاهد في الصوم وما تكثرش صوم. الحكاية طالعة من قلب، يعني ما حدش ماسك لهم العصاية. ده ممكن الواحد يقول لواحد بس اهتم بأكلك عشان الصوم، أو ما في أنت مريض بلاش، يقول له لا ما أقدرش أفطر. ليه؟ دي حاجة بينه وبين ربنا، حب ربنا، فعاوز يقدم جسده ذبيحة لآخر لحظة في عمره ومش عاوز يكثر الصوم. إنما إحنا دلوقتي شوية برد كده نقول أكثر صومي عشان جالي برد، يعني إحنا بنهرب لأننا مش فاهمين المعنى أو مش حاسينه. لكن لو حاسين بشركة آلام المسيح أو بالارتفاع للسماويات أو برؤية المسيح زي زمان والعريس وسطينا، ده هيخلينا نصوم باجتهاد. فقال لهم ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم حينئذ يصومون في تلك الأيام. ثم قال لهم مثل، كعادة ربنا يسوع له المجد بيشرح كل حاجة بأمثال عشان يبسط المعنى. هو عاوز يدي مثل في فكرة واحدة، أنه مش عاوز أصومهم على المفاهيم القديمة اليهودية، عاوزهم يصوموا بطريقة جديدة. ماشي؟ هنشوف المثل اللي قاله. ليس أحد يضع رقعة من توب جديد على توب قديم، وإلا فالجديد يشقه والعتيق لا توافق الرقعة التي من الجديد. يعني إيه؟ لو واحد يهودي جينا نقول له الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، يبص لنا كده من فوق لتحت، انتوا بتقولوا ايه؟ ايه اللي انتوا بتقولوا؟ ايه عريس وعرسته وايه الكلام؟ ما يفهمش. لو واحد غير مسيحي تيجي تكلمه عن الروح اللي احنا بنتكلم فيها دي، الحب ده، يقول لك ايه الكلام ده؟ لان ده بالنسبه له هو توب قديم، جايب له انت رقعه جديده من توب جديد لا تناسبه. امال ايه اللي يناسبه؟ خليه هو توب جديد وبعدين حط له المعنى الجديد يمشي معاه. كأن ربنا عاوز يقول ايه؟ بيقول لما يبقوا خليقة جديدة، لما ياخدوا نعمة العهد الجديد، لما يتولدوا من جديد فيبقوا توب جديد، نديهم الصوم بمعنى جديد. فهمت العلاقة؟ يعني ايه؟ مين يقدر يصوم هذا الصوم الرومانسي اللي بنتكلم عنه ويقدم حياته ذبيحة لربنا ويقعد بقى كده فرحان بربنا في صومه ويبقى العريس قدام عينه طول وقت الصوم؟ ده كلام رومانسي. ده عاوز واحد اتولد من جديد، اتخلق من جديد، ساكن في روح الحب في الروح القدس، يقوم يعلمه ازاي يصوم صوم جديد. يبقى الانسان الجديد يعرف يصوم صوم جديد، انما الانسان القديم ما يقدرش على الصوم الجديد. هذه فكرة الرقعة والتوب، كأن التوب هو الانسان الخليقة والرقعة دي الفكرة بتاع الصوم. إذا كانت رقعة جديدة، يعني صوم بالمعنى اللي بيقوله ربنا يسوع، لا تناسب عقلية يهودي فريسي عاوز بس يرضي ضميره ويتجمل أمام الناس، لا لا بلاش يصوم. ده اللي عمل المسيح في الأول. إنما أنت يعني ضد الصوم يا رب؟ لا، ده ليه؟ فيه صوم أكتر وأكبر وأهم وأخطر، بس بشكل جديد وبمعنى جديد، وعاوز إنسان جديد. يبقى مثل الرقعة والتوب مقصود به أن ربنا ما يدخلش فكرة جديدة إلا الإنسان جديد. عاوز تصوم ما تصومش زي الناس اللي حوالينا بره. الحكاية مش بالحرف ومش بالملي ومش بالساعة ومش، لا، أنت عاوز تصوم تعالى نتصلب مع المسيح أو نصعد مع المسيح، اختار لك واحدة منهم. تحب تتصلب؟ دي حاجة جميلة أوي. تحب تصعد؟ برضو حاجة حلوة أوي، والاثنين هيخلوك قريب جدا من ربنا. المثل الثاني، ليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيق. الزقاق اللي هي الإرب، كانوا زمان يحطوا الخمرة في إرب. الإرب دي بتتعمل من جلود الحيوانات. اللي منكم راح دير الأنباب شوي في كده حتة أثرية، يورونا زمان كانوا يحطوا الأبركة في إرب عبارة عن جلود حيوانات جافة بتنشف
ويتحوش فيها الخمر، ينشفوها بطريقة معينة وتتعمل زي الأكياس البلاستيك بس قوية شوية، لألا تشق الخمر الجديدة الزقاق. إنما لو زقاق قديم يعني قربة قديمة قوي، الجلد يضعف، فلما يتحط فيه خمر جديدة تقوم تنز منه تشق الزقاق وتشر، فالزقاق تتلف والخمر تنسكت، يبقى ما استفدناش حاجة، فهي تهرق وقاق تتلف. بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا، نفس المعنى بس بطريقة ثانية. يعني احنا زقاق او آنية أوعية جديدة، على قد الأوعية القديمة لا تحتمل الخمر الجديد. المعاني الروحية العالية دي، الحب ده اللي بيننا وبين ربنا، لا يحتمل إنسان عتيق لم يدرك الفداء ولم يتمتع بالمعمودية ولم يأخذ الروح القدس، لا لا، ده زقاق عتيق ما تحطش فيه خمر جديد، تحملوش. عارفين دي بتفكرني بإيه؟ في المعمودية بيحصل إيه؟ بيتحول الإناء من إناء عتيق إلى إناء جديد، بنتولد من جديد، بيتخلق الإنسان من تاني، يطلع بني آدم جديد. ثم نضع فيه الخمر الجيدة، يعني بعد ما يتعمد نعمل إيه؟ نجيب الميرون الروح القدس ونعبيه، فيبقى الخمر الجديدة تحفظ فيه زقاق جديد. إنسان جديد اتولد على صورة الله، متحرر من الخطية وسلطان الخطية، تحط فيه الروح القدس وتملأه. يبقى الخمر الجيدة أو الجديدة إشارة إلى الروح القدس وعمل الروح القدس، لأن الصوم من عمل الروح القدس، الصوم بالمعنى المسيحي ده، وده يحتاج أساسا إلى زقاق جديد، يعني إناء جديد، إلى تجديد في الطبيعة الأول. عشان كده ربنا يسوع ما كانش بيصومهم، ليه؟ لسه الفداء ولسه الامتلاء بالروح القدس، قال لهم خلوهم مش مهم يصوموا دلوقتي، لسه لما يتجددوا بعطية الفداء بالمعمودية ويصيروا أواني جديدة يسكن فيها الروح القدس، هتبقى خمر جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. وصلت الرسالة معنا؟ إذن هنا في مثالين حطهم المسيح له المجد، عن تجديد الطبيعة وعن الصوم بالمعنى الجديد، ان احنا نتجدد في طبيعتنا، ده عمل المسيح ككل، يخلقنا من جديد في المعمودية بالإيمان بالتوبة، ونحافظ على التجديد بالتوبة المستمر. وبعد كده الروح القدس يملانا بقى، أي رقعة أي حتة مقطوعة كده إيه، يغطيها الروح القدس ويسطر عليها ويجملنا قدام ربنا، أو يملأنا فنصير خمر جديدة في زقاق جديد. وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول العتيق قديم. يعني إيه؟ طبعا من ناحية الحرفية مفهومة الآية، يعني اللي بيشرب خمر جديد يقول لك لا، المعتق أحلى، القديم أحلى. القديم أحلى ليه؟ هقول تأملين يعني فيها لأنها بتلخص. هو الخمر لما تقدم قوي يحصل فيها تخمر أكتر، التخمر دايما علامة حياة، فاهمين المعنى؟ يعني إيه؟ في خميرة حية مش كده؟ هي اللي بتعمل نوع من التخمر، أو في نوع من التكسر بيحصل. فأحيانا يكون هذا التخمر معناه عمق في الحياة الروحية، ده تأمل. إنما التأمل اللي أنا برتاح له أكتر في الحتة دي، إن الإنسان وهو بيتنقل للحياة الجديدة ساعات يشتاق للقديم. يعني إيه؟ يعني أنت داخل على ربنا وبقالك مثلا سنة واخدها جد، وفرحان بالصلاة، وفرحان إنك أنت بطلت حاجات وحشة، وفرحان بالإنجيل، وعاوز تخدم حلو. لكن يجي كل فترة إيه؟ تشتاق يمكن للحظة من بتوع زمان. ساعات يستهويك العتيق، تقول العتيق أطيب. ساعات الشيطان ايه يزغل العينينا بذكريات قديمة، فربنا يسوع عارف كده، فيقول ساعات الواحد يشتاق للعتيق. يعني واحد يحب الصلاة وبعدين كان بينام كتير، يجيله في يوم يكسل كده يقول لا، النوم اولى، النوم اولى، ده كلام زمان،
خسارة، تعودت تصلي وتظهر ما ترجعش تقول النوم أول، إنما يجي في قلبه كده العتيق أفضل. فكأن ربنا بيحذرنا أنه سيستمر الصراع بين الجديد والعتيق. يعني إيه؟ يعني إحنا خدنا بالمعمودية حياة جديدة وبقينا أولاد الله وسكن فينا الروح القدس، هل ده يلغي أن الإنسان العتيق بين ساعات؟ لا، ما يلغيش ما يلغيش. ساعات نحس أن إحنا بنتشد للدنيا زيادة. تاني، قاوم، ما تستسلمش، ده متوقع وطبيعي. عشان كده في رسائل بولس مرة قال خلعتم الإنسان العتيق كفعل ماضي إشارة للمعمودية، ومرة تانية قال تخلعوا الإنسان العتيق كفعل مضارع مستمر. إذا خلع العتيق ده بدأ في المعمودية، إنما بالإرادة وبالجهاد تفضل طول العمر تقلع القديم وتلبس الجديد، تتجمل بالجديد. زي ايه؟ زي التعبير اللي قاله في غلطي 5، الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم احدهما الاخر. وجود الصراع ده جوه الانسان المسيحي علامه كويس، علامه مش وحش، بس ما تسيبش الجسد يغلب، ما تسيبش العتيق يشدك تاني، خساره. ما تسيبش الايام الاولى هي اللي تغلب، لا لا، حارب. انت ابتديت سكه حلوه. إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول العتيق أطيب. بمعنى إيه؟ ساعات الواحد يميل للعتيق. من هنا كل ما الواحد حفظ نفسه في جو الكنيسة وفي جو روحي، حتى لو رجله زحلقت كده يرجع يلمها بسرعة تاني. إنما اللي بيمشي لوحده بره ساعات يستهويه العتيق فيرجع ما عرفش يعود للجديد مرة أخرى بالتوب. يبقى الباراجراف ده معلش طولنا فيه لأنه بيدينا مفاهيم الصوم المسيحي، وده موضوع كبير. أن الصوم المسيحي تعبير حب أساس، ذبيحة حب، وده معناه أن أنا بشارك عريسي آلامه أو قلبي طاير معاه في السماء اللي صعد لي، فبصوم إلا صلب مع المسيح أو صعود وارتفاع مع المسيح. والمعنى العميق ده لا يناسب إنسان قديم لم يتذوق الفداء، لم يعرف عمل المسيح اللي عمله عشاننا، ما فهمش يعني ايه في ابديه مستنياه، ما يعرفش يفهم الكلام ده، ما يعرفش يفهم الكلام ده. تصوروا في ناس لما يكلموها عن الابديه يقولوا لها جسديات. طب ده ممكن يصوم صوم من النوع ده ازاي؟ ده احنا بنرتفع عن الارضيات من هنا. هم بيوعدوهم بسما هي ارض هنا، يعني هي أجمل ما فيها أرضيات وجسديات، ونحن نترفع وإحنا على الأرض للسماويات. ده خمر جديد وزخاف جديد أعلى كتير من الكلام اللي بيتقال حوالينا. ناخد جزء صغير تاني في آخر 5 دقائق. صح 6. وفي السبت الثاني بعد الأول، يقولوا دايما معلمنا لوقا ده مدقق فحسبها ثبوت. كل الإصحاح اللي فات تقريبا كان يعني في يوم واحد، وقبلها في إصحاح 4 يبان حكاية السبت الأولاني، فدلوقتي في السبت الثاني. اجتاز بين الزروع، يمكن يورينا أن أسبوع ربنا يسوع دسم جدا، مليان إنجازات ومقابلات وتوبة ناس وخلاص ناس، ومتى عمل له وليمة والأبرز خف وبطرس بقى صياد ناس، وعلمنا عن الصوم، كل ده في أسبوع واحد. اجتاز بين الزروع، ربنا يسوع كان ماشي حواليه تلاميذه، وكلمة تلاميذه هنا لغاية الوقت ده لا تنطبق فقط على الـ12، على كل اللي ماشيين وراه. إنما في إصحاح 9 لسه هيقول دعا الـ12، يعني تحديد الـ12 تلميذ لسه قدام. إنما كلمة تلاميذ هنا الناس اللي ملازمة ربنا وبتمشي وراه في كل حتة. وكان تلاميذه يقطفون السنابل ويأكلون وهم يفركونها بأيديهم. البلاد دي كلها زرع في الجليل وفي سنابل، والناس لما يعني بتتسلى زي الذرة كده يمسكوا السنابل ويفركوها ويأكلوا. بالنسبة لليهودي المتشدد ده كسر سبت، اليهودي المتشدد
صعب قوي في حكاية يوم السبت. عارفين في أسانسيرات في أمريكا يقول لك أسانسير اليهود ما يحطش صباعه يدوس على الزر، الأسانسير يطلع دور دور عشان ما يحطش صباعه يوم السبت ويدوس على الدور. صحيح كلام، عندهم تشدد غريب قوي في عقيدة السبت. فكانوا يسرقوا السنابل ويأكلوه، وهم طبعا ناس بسطة يهود وملتزمين بالسبت، بس عدت عليهم الحكاية البسيطة دي، لقوا السنابل فركوها وربنا يسوع معلقش سابهم يفركوا يأكل مفرش حاجة. فقال لهم قوم من الفريسيين، الفريسيين مش سايبين ربنا، بقالهم أربع مواقف كل ما يعمل حاجة يدينوه ويحذبوه ويحكموه ويعترضوا وهو طويل البال وبيرد. لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبوت؟ طبعا كسر السبت يعتبر جريمة عند اليهود، فهي نوع من يهزوهم لكلمة خوف، لأنه لو مسكوا عليهم كسر السبت ممكن يقدموهم لمحاكمة دينية وتبقى شغلان. فأجاب يسوع، خلي بالكم النقد جه للتلاميذ، إنما ربنا يسوع اللي دافع. التلاميذ اتهزوا كيهود، خاف طبعا من الكلام، مسكوا عليهم غلط، إنما ربنا يسوع ما سكتش لأنه بيحامي عن ولاد ومش شايف الغلط. فأجاب يسوع وقال له: أما قرأتم ولا هذا الذي فعله داود حين جاع هو والذين كانوا معه، كيف دخل بيت الله وأخذ خبز التقدمة وأكل وأعطى للذين معه أيضا الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط، وقال لهم إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. في قصة في العهد القديم في صمويل الأول إصحاح 21، داود أثناء هروبه من شاول قبل ما يملك، عارفين داود اترسم ملك وقت ما كان شاول لسه ملك، وشاول كان ملك بعد عن ربنا، رفض من ربنا، إنما قدام كل الناس شاول الملك، وأصبح شاول بيجري ورا داود في كل حتة يموته لأنه عارف إن ده اللي هيبقى ملك بعدين، وكان بيكره. فداود من أثناء هروبه في مرة من المرات هرب هو ورجالته لمدينة اسمها زي مدينة الكهنة، منطقة دينية كاملة عايشين فيها ناس كهنة بس، وناس على بسطة وفقرة، فبيأكلوا أكلة يومهم. يعني إيه؟ الناس زمان في الفلاحين والبلاد ما تبقيش أكل البكر، تخبز كل يوم في الفجر وتعمل أكل يوم وخلاص، إنما عندهم حاجة اسمها ميدة خبز الوجوه. مايدة خبز الوجود إشارة للتناول دلوقتي، بس رمز المايدة دي كان يتحط عليها زي 12 قربانة كل يوم الصبح، ويرفعوها بعد الظهر يأكلوها الكهنة عشان يحطوا 12 قربانة جديدة طازة في اليوم الجديد، وال 12 قربانة دول كأنهم إشارة لل 12 سبت، يبقى ربنا باصص عليهم، فيسموها مائدة خبز الوجوه، يعني وشهم في وش ربنا، يعني عين ربنا على شعبه وعينين شعبه عليه. هذه المعنى ببساطة، كأن كل صفت بيمثل بقربانة في عينين ربنا. فالميدة دي ميدة مقدسة، لا يأكل هذا الخبز إلا الكهنة، ده النظام. داود وصل بالليل هو ورجالته على مدينة الكهنة، فقال للكاهن رئيس الكهنة ساعتها، قال له: أنا معايا رجالة ما كلناش بقالنا يومين. قال له: يا ابني، كان عارف داود، قال له: ما عندناش غير الخبز المقدس، وده لا يحل أكله إلا للكهنة. فأصبحوا في حيرة، رئيس الكهنة متعاطف مع داود وبيحبه وعارف أن ده الملك القادم المختار من الله، وداود رجل الله، بس كلها فهمة كده، إنما الطقس اليهودي بيقول غير كده، فأصبحوا في حيرة. داود قال له: ما معناه يعني؟ احنا برضو بتوع ربنا، وبعدين أنا والرجالة صايمين بقالنا يومين وغصب عننا. فقام رئيس الكهنة تجاوز الطقس اليهودي وأكل داود ورجالته، ولم تحسب في التاريخ خطيئة. يعني ما تذكرش في كتاب العهد القديم أن ربنا غضب أو زعل أو اتحسبت خطيئة في حياة داود. هذا التجاوز كان إشارة، خلي بالكم داود أصله يرمز إلى مسيح العهد الجديد،
داود كانوا يسموه المسيح ساعتها. ليه؟ لأنه ممسوح، ملك ممسوح، فكانوا يسموه مسيح الرب، وهو في المزامير كان بيتكلم عن نفسه، وبدون أن يقصد كان بيشاور على المسيح بعدها بألف سنة. فداود كإشارة للمسيح سيسمح لنا كشعب أن نتناول من الخبز المقدس. فاهمين الإشارة الرمزية؟ كانت رمز اللي هيحصل لنا في العهد الجديد. احنا في العهد الجديد ما بقاش الكهنة بيتناولوا وانتوا بتتفرجوا، لا طبعا، كل الناس ممكن تتناول بدل عندها إيمان ومتعمدة وعايشة حياة مقدسة بالتوبة تتناول. فبيقول فربنا يسوع المسيح له المجد أشار للقصة دي كدليل إنه يا جماعة بلاش حرصية الأمور. هما بيكلموه في مشكلة السبت دلوقتي، إن الناس دي بتفرك وتاكل يوم السبت. فقال لهم إيه رأيكم في داود؟ داود ده اليهود بيموتوا فيه لغاية النهاردة، الملك العظيم في تاريخه. فقال لهم داود كيف دخل بيت الله والذين كانوا معه وأخذ خبز التقدمة وأكل وأعطى للذين معه أيضا، الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط حسب الشرع اليهودي. قال لهم إذا كان داود عمل كده وما تحسبتش غلط، زعلانين إن التلاميذ بيفركوا يأكلوا سنابل يوم سبت؟ واضحة الفكرة. وطلع بقى بمفهوم مهم نشرحه مرة جاية بالتفصيل، نبتدي فيه بس النهاردة. وقال لهم إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. ابن الإنسان ده اللقب المشهور لربنا يسوع تعالى. ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. يعني إيه؟ يعني إن ربنا اللي حط نظام السبت هو نفسه اللي موجود دلوقتي مع التلاميذ، بدل سيبهم يفركوا ويأكلوا يبقى مش زعلان. يعني انتوا عاوزين تمشوا الكلام اللي قاله ربنا على ربنا نفسه ازاي؟ يعني بمعنى انه المسيح له المجد الذي وضع هذا الطقس جاي يكمله النهاردة ويوضحه ويفهمنا ويخرجه من حرفيته. عشان كده في الانجيل الثاني يقول ايه؟ ليس السبت، ليس الانسان من اجل السبت، ولكن السبت من أجل الإنسان. يعني إيه؟ السبت ده إشارة للطقس عامة، وكلمة طقس يعني نظام. طقسيس دي باليوناني أظن يعني نظام أو ترتيب. فأي ترتيب أو نظام هو معمول للإنسان، مش الإنسان اللي معمول عشان يخضع للنظام. النظام اللي بيحطه ربنا أساسا لينا. يعني أي طقس في الكنيسة هو مش معناه انه محطوط فوق دماغنا عشان يذلنا، انما معناه انها حاجه مفيده جدا لينا تتعمل عشاننا. بيقولوا مثلا طقس صلوات السواعي الاجديه دي لينا، اللي يقدر يواظب على صلوات السواعي هيتمتع بعلاقه روحيه اقوى مع ربنا، هيشبع بربنا اكتر، هيقعد مع ربنا اطول، هيتعلم يصلي احلى. اذا هنا النظام ليك انت، مش انت اللي للنظام. بمعنى ايه؟ انه من غير ما نكسر الطقس ونتخطاه، انما دايما نبقى واعيين ان الطقس في خدمة الانسان، واي ترتيب الهي ربنا عمله عمله من اجل خلاص الناس. برضو دي تخلينا نفهم انه لابد ان نعي ما وراء الطقوس، وإلا هيبقى انت اللي من اجل الطقس. يعني واحد مثلا صايم ما كانش فاهم حكاية يوم الجمعة، انما بيقولوا له ما تاكلش يوم الجمعة غير فول، هو بيعملها إنما مجبر. لكن يمكن لما يستوعب إن أنا بقدم للمسيح حاجة في صليبه كل جمعة، بشكره بتعبير بسيط على قدي، بشاركه ألامه، بقى كده إيه؟ صيام الجمعة من أجلي، بقيت أنا المستفيد وفرحان بالصيام وبقدم حاجة لربنا صح. ليس السبت من ليس الإنسان من أجل السبت، بل السبت من أجل الإنسان. كل طقس خلونا نفهمه كده، طقس بتعمل عشاننا. في ناس بتحب تهاجم الطقوس قبل ما تهاجمها، دي حاجة حلوة، دي حاجة ليك. ما تعالى نطلع ما وراءها من جمال ونكتشف الحاجات الحلوة اللي هتفيدك منها، إنما تقعد تهاجم الطقس. طب أنت استفدت إيه؟ ده ترتيب إلهي حطه ربنا عشانك، عشانك. كل الطقوس كده.
زي شريعة الزواج المسيحي، ما هو نظام حطه ربنا زوجة واحدة وكده. ده عشانك لما واحد يعترض النهاردة يقول مش عجبني الكلام ده، اولا انت بتكسر ترتيب الهي، نمرة اتنين انت بتمشي في سكة غلط، لان مصلحتك النظام ده، لان السبت من اجل الانسان في الترتيب ده جه عشانك. السبت في معناه البسيط كان راح، فلاحظوا اللي بيشتغل سبعة ايام في السبعة ايام بيقع بعد شوية، ما بيقدرش يكمل، لانه نظام ربنا كده خلقنا نشتغل ستة ونريح يوم، نظام ربنا كده. فاذا هذا السبت من اجل الانسان، هذه الراحة روحية ونفسية وجسدية لعشانك. ليه تكسر النظام؟ ده ليك مش عليك، انما افهم النظام هتحب. ولكن احذر من ان يتحول النظام الى حرف قاتل، زي هنا شوفوا الفريسيين متمسكين بالطقس قوي بس بشكل حرفي جاف جدا ملوش معنى. زي يعني لما يفركوا سنابل وياكلوا يعني هيزعلوا ربنا في ايه؟ انتوا عارفين ان السبت تحول للحد في العهد الجديد، لان السبت بوظوا اليهود، هي المعنى ببساطة كده، السبت بوظوا اليهود، ما عرفوش يخلصوا، ما عرفوش يقربوا من ربنا في السبت. فعين الله يوما جديدا اللي هو الحد، قام من الموت عشان يدينا الطبيعة الجديدة والخليقة الجديدة، فأصبحنا احنا بتوع العهد الجديد بتوع يوم الحد. وما زالت عقيدة يوم الحد عقيدة، يعني ايه؟ ده يوم الرب لغاية النهاردة، فهي ممكن تتناول كل يوم، انما يفضل يوم الحد ده عقيدة نتكلم عنها المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.